بالتالي تم وزارة خاصة وكتب دولة خاص بالشركة الأهلية. ولكن الغريب نسأله واحنا نسأله نمشي ونرجع المزايك، هو خبرها تخذ في المزايك في بعد هو مو في مارس 22 عمل القانون بتاع الصلح الجزائي وفي نفس الوقت عمل خاص بالشركة الأهلية. شوفوا هنا التاريخ أبريل 23 بعد السنة على صدور قانونها، ما هو عدد الشركات الأهلية معذرة وعدد المنتفعين بها. نقرأ في النص نرجع لهنا نجد 30 شركة تفيد آخر أرقام نقرأها من صفحة موزايك تقرأها حتى في الإنترنت الآن، تفيد آخر أرقام الصادرة عن مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد العبيدي بأن عدد العدد الجملي للشركات الأهلية على مستوى الوطني يبلغ 30 شركة أهلية في العام الأول. هذا احنا من دروش طبعا في 23 احنا ما زلنا ما وصلناش للعام الثاني 30 شركة حاليا عليهم كنيابة دولة. اش قولك سي عباقي؟ والله يا أستاذ حسين أنا قبل ما نعلق على قضية الشركات الأهلية حاب أقول يعني اليوم سمعت خبر أن الأستاذ سمير ديلو وقع استدعاءه من وكالة الجمهورية، وقبل ما يقع استدعاءه ثم واحد يبدو أنه مشهور على الفيسبوك اسمه الوسلاتي كتب أنه دعا وكيل الجمهورية لاستدعاء سمير ديلو، فاستجابت وكالة الجمهورية. إذا كانت الدولة التونسية بقضاءها بوزاراتها معناها يوقع ابتزازها والضغط عليها من طرف فرخ وكراكوز ومهرج من نوع هذايا، يعني الدولة تشلكت. وفي هذا الإطار باش نجاوب على سؤالك، تعيين وزير ولا كاتب دولة لمهزلة ولشيء يعني خيالي معناها ما زال في مخ سيد قيس سعيد، وحتى واحد إلى حد الآن لم يفهم ما معنى الشركات الأهلية هذه وعلى أي أسس اقتصادية وعلمية تتبنى وما هي آفاقها، فيعين لها كاتب دولة. وهل الشركات هذه اللي وقع تأسيسها يعني كان مردودها إيجابي وشغلت الناس وكان عندها بيلان بوزيتيف كما يقولوا، ولكن يعني الخطوة هذه خطوة في اتجاه تفكيك الدولة ومعناها يعني تهميش. إذا كانت الذكرى الأولى يا أستاذ عبد الباقي هذا مصدر هو عندنا هنا في الذكرى الأولى بعد عام تأسسوا 30 شركة، والشركة هذه شو شركة هذه حسب ما سمعنا ما في بليش فيهم صناعات ثقيلة على ما أعتقد. إذا عندكم معلومات سيدة المشاهدين اكتبوا لنا. يعني يبدو أن الشركات أيضا أنا حسب ما تابعت لأني ما يعني بحكم أنها بكل صراحة الفكرة سخيفة ورديئة وسيئة لدرجة أنه الإنسان عندما يتابع الأشياء دي يولي يضيع وقته. يعني شفت بعض معناها يعني احتفالات التكوين والتأسيس. نعم هو سيد سعيد قال يمكن تعوض لنا التدايل بعض المداخلات القديمة قالها. أي معناها تو أنت كل شركة معناها تتبنى على بزنس بلان على عندها رأس مال عندها آفاق عندها سوق عندها كذا عندها. يعني أنا شفت معناها بعض الشركات تأسست ولكن ما شفتهاش كل بصراحة، يعني من يعني حتى عند التأسيس وعندما يجتمعوا ويتناقشوا في التأسيس الأطراف المؤسسة نعم رأس المال اللي على أساسه تكونوا الناس هذونا معناها تكونت الشركات هذه تقول معناها لا فايدة باش واحد باش يضيع وقته، هذا الناس مدخلين ده هما داخلين في حيط. واللي اللي اللي دعا إلى تكوين الشركات هذه مدخل البلاد في حيط. ثم شركة تاع الرمال نتاع الرمال الذهبية تذكر واحد منهم يعني يعبوهم في أكياس ويعود أنت تشري مثال كاميونة كاملة لا تسكن مثلا في تونس مش عارف تشري كيس. هذا بعض المشاريع سمعنا بها مش مشاريع يجيك شكار المال معناها. نعم إيه هذا معناها والله حوايج تسخف حوايج معناها الضحك وطبيعي مش نحقق عليه للأسف الشديد زيادة أنت حسب رأيك لأنه إذا كان وصلت بلادنا تكون تخطه في الطريق الصحيح تشغيل الشباب. أي شباب يحكي الشباب قاعد يموت في البحر الشباب قاعد يهاجر
طاقات البلاد قاعدة تخرج، حتى الناس اللي عندهم تجارب في كل المجالات، في الطب وفي الهندسة وفي غيره، كلهم يعني البلاد قاعدة تفرغ من كفاءاتها، وهذه هي الكارثة الحقيقية. وهو ما يعني يروج لأخبار لأفكار ما عندها حتى معنى. يعني الدولة مبنية أو مش مبنية، وإنما الآن واقف على أفكار ديماغوجية، ومنذ سنوات نقول فيها أنه الشخص هذا يعني قاعد يردد في أشياء ديماغوجية، ديماغوج. الان ما عادش مازال مجرد فكره يا عبد الداخل، الان ولت مؤسسات كتب دوله عاملهم قانون مرسوم خاص، معناها الحكايه يا تطور اخي تنفيذي. خلي مؤسسات الدوله اللي هي قاعده اللي قاعده شاده البلاد والعصب بتاعها، والمؤسسات الصلبه خل تواصل، ما دام تشوف بعينيها. ما عندهمش عقول يفكروا؟ ما عندهمش عقول يشوفوا في المهزله؟ خلي يواصلوا اخويا. يعني نحن لا ندعو للعنف ولا ندعو للانقلابات ولا ندعو حتى لشيء، ولكن ما دام يشوفوا هم اللي سكتوا على الدبابه وجابوا الدبابه وحطوها قدام البرلمان الشرعي نعم وقدام الوزاره الاولى، و يعني حماو الشخص الذي دمر مؤسسات الدولة الشرعية والمنتخبة، فخلي يواصلوا حتى اللي تغرق بهم السفينة. ما عندناش يعني ده حاجة، امل مش مش شركه ممكن اهليه. نقول لهم حاجة سيزياد أخرى. خلينا ناخذ راي سيزياد. سيزياد،